السلام عليكم، حلقة جديدة من النباتات المنزلية. أتمنى لكم الصحة والعافية أعزائي. حلقتنا اليوم تتناول العواصف الترابية وتأثيرها على النباتات وضرورة يعني توفر الرطوبة الأساسية يعني بالنمو النبات. بالإضافة إلى نباتنا اليوم اللي راح نتحدث عنه هو نبات الفوجير أو الخنشار أو نبات المنشار، كما يسموه نبات المنشار لأن أسنان الأوراق مالته تشبه أسنان المنشار. نبات الفوجير أعزائي نبات داخلي وجدا جميل، من أجمل النباتات الداخلية. طبيعة أن موطنه الأصلي هو المناطق الاستوائية. هذا النبات يحتاج درجة حرارة من 10 إلى حد 25. النبات الفوجير الشيء الأساسي بالنمو مالته توفير الرطوبة، توفير الرطوبة جدا جدا يحتاج الرطوبة الخارجية ورطوبة التربة وينمو. وإذا توفرت الظروف المناخية اللي يحتاجها النبات هذا إلى جميع يعني الأمور وفرت إياه، توصل الورقة مالته إلى طول متر تقريبا. التكاثر مالته من خلال ابواغ، لان يحتوي نبات الفوجير على المجموعه الانثويه والذكريه، ومن خلالها يتم تكاثر هذا النبات. نبات جدا جميل، نبات جدا راقي، وبالتقسيم ايضا يتم تكاثر من خلال التقسيم ايضا. اعزائي حبايبي، الرطوبه شيء اساسي بالنباتات. هسه احنا مثل ما تلاحظون هذه النافوره، هذا يعني يوفر للنباتات رطوبه جدا راقيه. هذا النوع يعني شغل ايدي هذا النافوره، وحتى مستعد ان نجهز اي شخص بها من هاي النوعيه. فشيء جدا راقي، فشيء جميل، يعني تقدر حتى تخليه بداخل المنزل. الرطوبه اعزائي حبايبي هي عباره عن بخار الماء في الجو، بخار الماء في الجو. ولهذا احنا نلاحظ بالصيف من ترتفع درجات الحرارة يعني اكثر من 50 تنعدم الرطوبة. حالة انعدمة الرطوبة بالجو تجف الاوراق مال النباتات وتصفار وتتلف النباتات. فتوفير الرطوبة بالنسبة للنباتات جدا جدا مهمة. حتى اذا ما عندك امكانية تسوي هاي العملية، وأجهزة يبيعوها مع تبخير المعطرات، يعني جهاز تبخير على الكهرباء تقدر تستخدمه أيضا قريب من النباتات مالته، تتوفر الرطوبة المطلوبة للنبات. بخصوص العواصف الترابية أعزائي حبايبي والأتربة اللي تصير، هاي العواصف الترابية أول ما تأثر على الأوراق. هاي الاوراق النبات من يصير عليه طبق من التراب تنسد الثغرات وتنسد المسامات البيئة، فتتوقف تقريبا عمليه الترتيب الضوئي وعمليه النبات. فجدا تاثير الاتربه على النباتات جدا قوي. بالاضافه الى الاتربه تجينا من مناطق بعيده تحتوي هوايه امور، ويعني تاذي التربه وتاذي النبات. وهذا سبب اعزائي حبايبي هو التصحر وتجريف المناطق الزراعيه. مع كل الاسف، مع كل الاسف، هذا العراق كان هو ارض زراعيه خصبه من الاف السنين قبل الميلاد، مع الاسف يوصل هيك حاله، مع كل الاسف. واني ممنون، شكرا جزيلا.